مؤاخذات على المرسوم أولاً ديما نعاود ونكررها هي المسار اللي جاء فيها المرسوم هذا اللي ما فيهش لا تداول لا تشريك ولا استشارة لأهل الاختصاص، وهذا اللي خلاه فيه عدة ثغرات من الناحية القانونية، وفيه في عدة نقاط تمس حتى بحقوق المواطنين وتساوي حتى مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات. أهم انتقاداتنا للمرسوم أولاً أنه طبعاً غير شروط كبيرة في على مستوى الترشح، منها مسألة التزكيات اللي هي توا قاعدة تطرح في إشكالات عملية صعبة برشا. ثانياً أقصى حاملي يعني الجنسية المزدوجة، وهذا معناتها زدنا حاجة على اللي ورد في الدستور، لأنه الدستور يحكي على تونسي الجنسية، ما مشاش للتدقيق تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية ثانية، دونك هذا مخالف حتى للدستور. ثالثا على مستوى التناصف، تعرفوا الكل الانتقاد كبير على المرسوم لأنه فيه تراجع كبير على مكسب هام، وهو كالتناصف حتى في تقديم الترشحات بالنسبة للمرأة وتمثيلية الشباب، هذا فيه تراجع كبير. وحتى هنا نزيد نذكر اللي هو مخالف حتى للدستور اللي يقول اللي الدولة تسعى لضمان يعني التناصف في تمثيلية المرأة على في المجالس المنتخبة، واللي الدولة زادة محمولة عليها واجب حماية المكتسبات فيما يخص حقوق المرأة، وهذا تراجع على المكتسبات. ثم أيضا استغنينا على التمويل العمومي، وهنا نقطة استفهام كبيرة، لأنه هنا زاد همشنا زوز فئات نعرفوا اللي تلاقي صعوبات لو كان ما ثماش تمويل عمومي هي المرأة والشباب، وهنا كيف فتحنا الباب لأصحاب الجاه والنفوذ والأموال باش هما معناتها يكونوا الأوائل في الساحة السياسية. ثم أنه فيه المشكلة كبيرة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهذه مسألة جذرية وهامة جدا في القوانين الانتخابية. ثم زوز معايير باش تقسم، يا عدد السكان يا عدد الناخبين، والهدف هو أنه تحقق توازن وعدل في التمثيلية الانتخابية، يعني تعطي عدد المقاعد قد حجم هكا الدائرة هذيك. نحنا كي جينا شفنا زوز جداول اللي في المرسوم وحاولنا نرجعوا للأرقام ونثبتوا هل تم اعتماد معيار عدد السكان أو عدد الناخبين، نلقاو معناتها ما ثم حتى خيط رابط ولا حاجة موضوعية تقول لك اللي تم استعمال هذا. دونك كيف دققنا أكثر في الأرقام نلقاو تفاوت كبير بين الولايات الساعة، بعد في وسط نفس الولاية بين الدوائر الانتخابية بين المعتمديات، وتفاوت كبير زادة مع الخارج، وهذا معناتها يخلينا نهار آخر عنا مجلس نواب ما يمثلش الوزن الحقيقي للناخبين في مختلف الدوائر. ناخذ مثال، مثلا بنزرة الجنوبية دائرة انتخابية عندها مقعد، غار الملح وراس الجبل والعالية مع بعضهم ثلاثة معتمديات دائرة عندهم مقعد، كي تجي تثبت في عدد السكان بنزرة الجنوبية 55,000 ساكن تعطيها مقعد، وثلاثة الأخرين غار الملح راس الجبل العالي ب104,000 ساكن تعطيهم مقعد، متى عندك دوائر سور استيمي ودوائر سوز استيمي، وهذا اللي يخلي الاختلال، ولا معناتها ولا الأمثلة عديدة بالنسبة للدوائر بالداخل. في شبكة مراقبون من اللي طرحت مسألة التزكيات راي طرحت حتى في المجالس الفاتة، وكنا ديما ضد مسألة التزكيات الانتخابات التشريعية. علاش؟ خطر عنا مثال عشناه في الانتخابات الرئاسية، كانت عملية التزكية مهزلة وفيها تدليس وفيها تزوير معناتها لإمضاءات متاع ناس مزكية، وكيف ما تعرفوا من 2014 والتوا هالحكايات منشورة في القضاء. دونك قلنا إذا كان ثم إجراء ما عندناش إمكانية والهيئة فشلت في إنها تنظم عمليا وتضمن نزاهة التزكيات، لواش نحنا نزيد نغرق رواحنا فيه؟ يا نلقاو له حل جذري ونصلحوه، مثالش نعتمدوا الانتخابات التشريعية ولكن زادة في حدود معقولة مش زادة بشروط تعجيزية كيف هك، يا زيد نمشيو فيه. اللي صار إنه معناتها في المرسوم هذا مشينا في مسألة التزكيات 400 تزكية، مع زدنا أجحفناها بشرط التناصف و 25% شباب، معناتها هذا نحن نقول حق أريد به باطل.
الهدف مش لترشيد الترشحات كيف ما يتحكي، ولكن للتضييق وللإقصاء. وهذا طبعا نشوفوه حتى نهار 24 أكتوبر كيف توفى فترة تقديم الترشحات، طبعا نشوفوه عدد المترشحين المتقدمين. حاجة أخرى، قلنا اللي التزكيات بالطريقة هذه في دوائر انتخابية ضيقة جدا ما تنجم كان تحل الباب لسوق بيع وشراء متاع مزكي، وهذا اللي قاعد يصير. وهذا حتى اللي معناتها من المعلومات اللي وصلت للرئيس الجمهورية واللي على أساسه يمكن هناك نية لتعديل المرسوم 55. اولا هو ديجا في الممارسات الفضلة انه يجي مرسوم جديد يقوم يعني بتغيير جذري لقواعد اللعبة الانتخابية في تقريبا مدة متاع 3 شهور قبل الاستحقاق الانتخابي، ديجا يعني مش من الممارسات المحبذة، لانه كيف ما اطلعتوا على المرسوم فيه ياسر تغييرات عميقة وغيرت يعني جانب كبير من قواعد اللعبة، فما بالك معناتها والمسار الانتخابي بدأ وبدات التحذيرات على اساس المرسوم هذاك، ونجيو معناتها نقولوا ثم امكانيه انه نغيروا بعض معناتها النقاط في المرسوم هذا. طبعا نحن في شبكه مراقبون نعتبروها مساله غير جديه بالمره، تمس حتى من جديه المسار الانتخابي ومصداقيته. وهذا نحن ديما نقولوا لويه نوصلوا للحاله هذه، معناتها ما نستشيروش، ما نرجعوش لأهل الخبرة، ما نرجعوش الخبراء، المجتمع المدني من 2011 يخدم على المادة الانتخابية واللي أدلى بدلو في المسائل هذه واللي قدم العديد من المقترحات من بعد مجلس 2019. لواش هذا الكل ما خذيناش بعين الاعتبار، نحطه مرسوم بصفة معناتها أحادية، وبعد أول مشكلة تعرضنا أسهل حل نمشيله هو نبدأ في التنقيحات. نحن نعتبروها لا غير جدية إنه نخوض مسألة التعديلات في الوقت الحالي. نحن جاء مسار انفرادي في وضع معناتها النصوص القانونية اللي تنظمه، في جو إنه معناتها الهيئة اللي تشرف عليها العديد من انتقادات على استقلالية قرارها، خلي باش ما نمشيوش حتى الأشخاص وقولوا استقلالية قرارها، في مقاطعة كبيرة من الأحزاب السياسية، في حقيقة نسبة عزوف كبيرة، وطبعا نشوفوا حتى نسبة المشاركة خاصة في الدور الثاني قديش باش تكون كبيرة، خاطر كل عبد مش باش يوصل للدور الثاني، المترشح اللي على معتمديته الصغيرة يقول لك أنا لويش ماشي نصوت في الدور الثاني. دونك هذه حقيقة جملة من نقاط الضعف ومن هنات اللي موجودة في المسار هذه، اللي باش تخلينا باش يكون هناك مجلس نواب، هذه معناتها حقيقة كيف ما صار الاستفتاء ولا عنا دستور 25 جويلية باش يكون عنا مجلس نواب بعد 17 ديسمبر، لكن مدى قبول هذا المجلس ومقبولية النواب اللي موجودين فيه وحتى الجو اللي باش ينطلق به هذا المجلس وتركيبته زادة اللي يمكن باش تطرح إشكالات كان ما فيهاش لا شباب لا مرأة، معناتها أول مرة باش يكون عنا مجلس فيه المرأة تقريبا مغيبة، نتسألوا حتى شنو هو مضمونها التشريعات اللي باش ينبثق من مجلس كيفك، من مجلس ذكوري بحت، من مجلس فيه ديزانديفيدواليتي وحدهم ما تجمعهم حتى فكرة، ما وراهم حتى تنظيم وهيكل، معناتها حقيقة يعني مسار باش يوصلنا إلى مجلس أنا نقول باش تكون عليه العينين برشا، وباش يكون من أول نهار في انطلاقته ثم العديد من الانتقادات. هذا كان ما كانش مجلس منقوص كيف ما قلنا بالنسبة لبعض الدوائر الانتخابية.